will be severely affected. يعني عشان امسك القلم برضو كده اهو برضو محتاج ان الجريب بتاعت الفليكسورز. فبنسر موفمنت فاكرين الفرق ما بين الاثنين؟ ولما اسمع كلمة بين اعرف ان ده اتزنق، ده انترابمنت، يا اما كاربال تانل يا اما برونيتور تيريز. طالما في بين، لو لقيت البين 3.5 فينجر والبالم اوف ذا هاند معاهم برونيتور تيريز، لو لقيت البالم اوف ذا هاند سليم كاربال تانل سندروم. البين بين معناها ان النيرف ما اتقطعش. لو اتقطع النيرف لوس اوف سنسيشن، لما اسمع كلمه لوس اوف سنسيشن اعرف ان في نيرف انجري، في نيرف اتقطع. لكن لما يجي يقول لي بين 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 ومش عارف ايه ده الزنق. طب البالم اوف ذا هاند اخباره ايه؟ البالم اوف ذا هاند في بين ايضا وفي تنجن سنسيشن، يبقى برونيتور تيريز. البنسر موفمنت راحت برونيتور تيريز. لو حصل برونيشن البين يزيد برونيتور تيريز. انما الكربال تانل سندروم بين 3.5 فينجر بس، البان سليم ما فيش اي حاجه خالص نهائي، الجريب بقى ضعيفه اوكي، والفولينج اوبجكت اوكي، البين ديورنج نايت، الفالين تيست بوزيتيف، عبد السميع تيست از اولسو بوزيتيف. احسن حاجه عملتها النهارده قالت لك بص الراجل ده خليه يعمل اللي هو عايز يعمله، وانا هعمل اللي انا عايز اعمله، انا هنام وهو يقول اللي هو عايزه، وخلاص حصل اللي هو بس. شكرا، الساعة 10 بالظبط. شكرا انكم قدرتوا تستحملوا البلوة دي.